ادي برا قلنا السلام عليكم، ما يتسلم عليكم. ادي شكون تعب قلب ليكم يا الفامكم يرسنا وبيدا المواطنة انا يا المواطنة تو عبيدة الدشيبة لين نتقعدوا كي نتقعد لبني مال اتقعد بن اعمل بلاد من الاوباش وابش وابش ما عرفتهم ولا باش هذا كم القاعدين دي ما تجاولوا جرب يمشي من فهم ام الفيق نيتي نعم اكبر ليت ايه يا اطفال لا جبا خايك زوالي ما عنده والي اعطيه خمسة ولا ستة ولا سبعة كان ما عندكش اعطيه 20 خلاص هاي امشي طاير جيب لك طاير اي لا 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 خويا مش لا ام الفيق وارجب صاحبك عني ارجب صاحبك شنني ارجب من ارجب وش اطفال لا جبا ما بيحيشوا كلامك اسوا ادفل الفهم لازم نلقوا لي حل ماشي يا سيدي من اللي جا لتونس لخليك انت تخدم لان نخدم على التخميس هكا يشتوها في البلاد تخبز وطيب في الكسر ها وراي كيف يقولوا فيها هذيك معناها شكون هذاك هو معناها مثلا سرحه بكاساندرا وسيكو سيكو معناها هكا معناها ما بيحيشوا كلامك اسوا شكون اخر برا غنوش قالوا شني هاو دي ورك فريكوندي سنو اصوات ونقصوش ماشي وزوس اعلون وزوس زوس مساوس زوس اعلون موزيكا اطبع طبعا المقطع عضايا عضون في طلزة عضون ينا بحاسب فاذيك هيا تونصنا خلطني وكما يقول ميقال وزادا شني كوزين باتي نسوق نشري له كلب حاشاكم الناس بيه نلقيش كلب نلقي كلب اربي مولود في الحرام مياني جبت نعرفتو شكون الكلب نقولوا لي شكون انت هي برا غنوش يمكن لا الحمد لله اجبرك ان هذا يعبر على شيء الديمقراطيه والسياسيه هاي شيء طرف بالوس اردت انت وراس صممت ازيد العفسه فيا ما يعمل حتى واحد كان جيت انتم تعملوها فك ما كيف ورسم فما في شيء ها اردت يقل حناش معصم فصم سيد المودي سمير دوبل بيس اردت اضربه عاد المهم تنقل حناش وريته ينقل حناش يدخل بفات ياك يشرب يتفرج في التلفزة اوبسيون بلاش عادي شكون وريته ينقل حناش يعمل باز يا كلاب اردت انت ورا صممت كلاب وانت حلاب مقعور والله طب الله العظيم ثلاثة مزيد نسمع واحد يجب يزيق الأصوات نسبس كنا نضف لباها راسا تكون الظلف فراس تعب قد قصاص انت بتجيبوا لي تمساح تحطولي في الأصنصار تجيبوا لي نمر ناكل طب الله العظيم ثلاثة تكيف كيف نقولك معناتها اني شخصيا نعتز بجماعة الواجهات خطر اني سوق واحد من جماعة الواجهات تسوق معناتها تكيف تقولي ما تعرفش تمثل انت تمثل على تونس كاملة حياتي كلها تقولي ما تعرفش تمثل برا بزبوس بحي كيما نقولوا نياو مشينا الفيفا وجبنا الفيفا بحي كلمت عليه صف التليفون تحب تعمل شويه برود حي مشي شويه تعرف فمي طايح زيد عندي غرفه الدم ما يجيش هكا توا بحي قلت لها نحبك تعمل لي كونتيتي تاع كوش وتعرف ريس بوال ما يجيش هكا ولا هاي شكون يا اخي مزيان توفيق مبارك شي معناه انت واقف قدامنا تقول دبوز هكا معناه سام غابيل معناه شار تقول معناه كيما نقولوا نحن بلغتك قاعد ديما ياكل معناه قاعد كل وزر معناه ديما ياكل بعدين كروش من قدام تقول دوار هكا انا ما فهمتش معناه باينه معناه قال لي انت معناه انت كلب انا ريحت انك كبرت عملت كتاب سميته كلب كلب هذاك لا معناه قصهولي هما في الفيديو معناه ايش باش نقول لكم معناه خلوني ساكت شكون ياخي؟ كوزين كوزين يجنجن يجنجن كوزين اسمع نشلم شلقيت كون ما لقيت كوزين نبعثني للسوق نقلي نشري لي كلب شناسو بيه نلقيش كلب نلقي كلب اربي مولود في الاحلام يا نجيب حمل همامي انا كحمل همامي انا عمري ما كنت ضد الناس كل يقول انت ضد 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 انا عمري ما كنت ضد انا ديما كلمه غير محرزيه ما نعيش انا مش القاضي ما كلمه محرزيه مش سبقاتي محرزيه مازلنا واحده الفتح مولو سيدك ربي يبقيك ربي يفضلك ربي يخليك ايه ربي يكثر منك الناس ايه احنا في المسجد التعسيسي عنا محرزيه سونيا بنت التوميه ايه ردوه مسلسل رومانسي ايه نقصده كمان تقعد روميو جولييت معناها هكا معناها سيدك ربي يبقيك ايه قص عليها